السلام عليكم، أنا الدكتور معوش الفيط. هذه تسجيلات للسلايدات لمادة العيون، إن شاء الله تستفيدوا منها ولا تنسونا إن شاء الله من صالح الدعاء. الشابتر اللي بنشرحه هو اللاكريمال سيستم. هذه سلايدات، مجموعة سلايدات لأهم السلايدات اللي جت في الامتحان سابقا واللي ممكن تتعاود مرة ثانية، وممكن السلايدات هذه نستفيدوا منهم حتى في الام سي كيو وحتى في الكلينيك. أول سلايد معنا توا حاليا جاب لي صورة هنا للتير فيلم. طبعا احنا زي ما نعرف ان التير فيلم 3 طبقات، الطبقة الخارجية هي اللي هي الليبيد لاير، الوسطية هي اللي هي الاكوس لاير هي الميدل لاير، الطبقة الأخيرة هي اللي هي الانر اللي هي الميوسيل لاير. طبعا انت كل طبقة بتعرف من اللي يفرزها ومن اللي مس او شو الوظيفة بتاع الطبقة هي. طبعا انت في سلايد انت مطالب انك تجاوب على قد السؤال، فالسلايد الاولى هنا جاب لك الصورة هي وحط لك كل مرة بيحط لك سؤال هنا، مثلا مرات يحط لك واتس ذا فانكشن اوف ميوسيل لاير اوف تير فيلم. زي ما قريتك انا في المحاضرات، الفانكشن بتاع الميسيل لاير انها تشنج الهيدروفوبيك ايبيثيليوم تو هيدروفيلك ايبيثيليوم، وهذه المين فانكشن بتاعها. شنو الفانكشن بتاع الليبيد لاير؟ المين فانكشن بتاع الليبيد لاير ان اني بريفنت ايفابوريشن اوف تير، يعني نمنع تبخر الدموع بسرعه. وظيفتها الثانيه انها لابريكيشن. الوظيفه الثالثه انها تخلي الدموع هي تلصق في العين بدرجة كبيرة، يعني تخلي الدموع تبدأ لاصقة في السطح الخارجي بتاع العين باش تمنع التدفق بتاع الدموع، يعني بلغة علمية prevent the overflow of tear film. What's the function of watery layer؟ الواتري لاير عندها فانكشن. اول فانكشن بروتكشن، لانها فصلها امينو جلوبين وفصلها لايسوزايم، انها بتمنع البكتيريا انها تنمو. الفانكشن الثانية انها نيوتريشن، انها تعطي الاكسجين اليمني للكورنيا. رقم ثلاثة اوبتيكال. علاش اوبتيكال او فيجوال فانكشن؟ لانها تلغي المينيوت الريجولاريتي. ايش معنى المينيوت الريجولاريتي؟ التموجات او الانبعاجات البسيطة بتاع الكورنيا تلغاها، فانكسار الضوء يكون كويس. وفي واحدة اخر فانكشن لها اللي هي لابريكيشن. وكلهم الثلاثة وظيفتهم شنو؟ لابريكيشن. لكن الميوسين وظيفتها الرئيسية تغير الهيدروفوبيك ايبيثيليوم تو هيدروفيليك، الليبيد لاير وظيفتها بريفنت ايفابوريشن اوف تير، والووتر لاير وظيفتها اللابريكيشن، وظيفتها انها تعطي نيوتريشن للكورنيا هو الاكسجين. ثاني سلايد هنا جاب لك رسمه واحده ثانيه، هذه الليبيد لاير، هذه الميدل لاير اللي هي الاكوس، وهذه الانر اللي هي الميوسين. الميوسين لاير سالك عده اسئله. الميوسين لاير اوف تير فيلم از برودوسد باي جوبلت سيل. الليبيد لاير اوف تير فيلم از برودوسد باي ميبومين جلاند او تارسل جلاند. الووتري لاير اوف تير فيلم از برودوسد باي مين واكسسوري جلاند. وهذا الكلام شرحه لك، حطه لك بجدول كل طبقه شن اسمها، من يفرزها، شن وظيفتها. الكلام هذا تبيه في المسك يو في السلايد. ثالث سلايد هنا، هذه سلايد اكيد كرهتوها لان وريتها لك مليون مره. هذا تشيرمر تيست. تشيرمر تيست طبعا من غير كلام علم، اي واحد تلقاه يجيبوا لك صوره في الامتحان تلقى من عيونه طالع خيط ابيض بالشكل هو، هذا تشيرمر تيست. ما يهمنيش جابها لك في عين واحده بالشكل هو او جابها لك في العيون الزوز مرقمه، المهم ما دام في خيط ابيض طالع من العيون بالشكل هو، هذا اسمه تشيرمر شيني تيست. لما نجي مثلا انت سلايد رقم ثلاثه، وات دو يو كول ذيس تيست؟ تشيرمر تيست. وزي ما قلت لك هذا اهم انفستيجيشن، احسن انفستيجيشن شخص بيه الدراي اي. منشن 3 كوزز اوف دراي اي. حلو السؤال، شرط السي سمي لي ثلاثه اسباب للدراي اي. التراكوما صح، الفيتامين اي ديفيشنسي صح، كيراتو كونجكتيفايتس سيكا صح. سمي الاسباب الثانيه اللي تبي تسميها سباها، لكن هذو اهم ثلاثه اسباب: التراكوما، فيتامين اي ديفيشنسي، كيراتو كونجكتيفايتس سيكا. ودقيقه، لما نقول لك دراي اي معناها الدموع ناقصه لاي سبب كان، لكن لما نقول لك 0% معناها الدموع ناقصه نتيجه فيتامين اي ديفيشنسي. والمعلومه هذه اكيد كلكم تعرفوها. سلايد رقم أربعة، هذا تشيرمر تيست. شاطرة يا دكتورة، لكن أنت بتجاوب على قد السؤال. What is this test used for؟ إيه هو صح اسمه تشيرمر تيست، لكن والله وظيفته إنني نشخص بيه diagnose the dry eye، معنى الإجابة بتكون dry eye. What is the drug dye used to confirm the diagnosis؟ دقيقة، أنا عندي ثلاثة اختبارات، تير بريك أب تايم تيست، وهذا يستخدم للتشخيص. وقلت لك شنو الصبغه اللي نستخدمه فيه؟ فلوريسين. ثاني واحد تشيرمر تيست. ثالث واحد الروز بنجال. وقلت لك الروز بنجال ما تساعدنيش في التشخيص، ساعدني تو اسس السيفيريتي، معناها واتس ذا دراج، شنو هو الدواء؟ وبعدين
لانك بين قوسين الضاي الصبغه اللي بنستخدمها تو كونفيرم الدايجنوس مش تو اسس السيفيريتي. ما دامها تو كونفيرم الدايجنوس معناها هو يلقح على الفلوروسين بتاع تير بريك اب تايم تيست، لكن لو قالك تو اسس السيفيريتي تكتب له روز بانكا. طبعا هنا صور تانية مش يغير لك الصورة تنخلع، ايه ممكن والله فتح عينه ممكن مسكر عينه، المهم دام في خيط طالع من العين بالشكل هو هذا تشيرمر شيني تيست. هذا تشيرمر تيست لكن مرقم بالشكل هو، لان زي ما شرحت لك قبل تشيرمر تيست تجيب فلتر بيبر خاص تحطه في وسط العين، تسيب المريض 5 دقائق 10 دقائق، اكيد هو الخيط اللي مدخله في وسط العين بيتبل بالدموع، بعد 5 دقائق 10 دقائق جيب الخيط هو وقيس الجزء المبلول، لو لقيته من 12 ل 15 او فوق ال 15 هذا نورمال، لو لقيته اقل من الستة هذا دراي اي، ولو لقيته ما بين ال 15 وال 10 هذا يسموه فيه بوردر لاين. لكن خلينا نبسط الكلام، لو لقيته اقل من 6 مليمتر الجزء المبلول هو بتاع الخيط انا هذا عنده دراي اي. حتى هنا هذا الزوز صورتين تشيرمر تيست، حتى هذا اللي تشبح فيه هنا هذا شيني جيرمان تيست، وهذا مثال هذه ورقه تو بالشكل هو مرقمه، يعني مثلا لو لقيت الجزء المبلول تو تزل في الحاله هي وصل لل 25 معناها هذا شيني في عنده دموع وما عندهاش دراي عين. حتى هذه شيني جيرمان تيست، حتى هذو الصور كلهم شيني جيرمان تيست، حتى هذا شيني تشيرمر تيست. طبعا التشيرمر تيست هذا من اهم او نقدر نقول هذه اهم سلايد شيني في الاكريمال، ودي ما تتعاود، وحتى في الامس كيو يجيبوها يقول لك شنو هو البيست انفستيجيشن تو دايجنوسيس شيني دراي اي اللي هو تشيرمر تيست. به نطلع من التشيرمر تيست ونشوف السلايدات الثانيه رقم 5. قال لك جاب لك رسمه هنا انت ما فهمتش شنو هي، حصل لك سؤال اناتوميكلي على حسب الاناتومي النازو لاكريمال داكت ان ال دي اوبن ان صح في النوز، لكن وين في النوز؟ في الانفيريور مايتس، معناها هنا الاجابه هنا بتكون ان انفيريور مايتس. هاو تو مانج بيبي، سالك سؤال شورت اسي، هاو تو مانج كيف تعالج بيبي عمره 6 مانث جاك بكونجينيتال اوبستراكشن اوف نازو لاكريمال داكت. اوبا الكلام هذا شرحه لك، لما واحد عنده كونجينيتال نازو لاكريمال داكت اوبستراكشن نعالجه كالاتي، اول سنه في عمره هيدروستاتيك مساج، هيدروستاتيك مساج، الهيدروستاتيك مساج اللي نقعد بيه لمده عام، اول عام في حياته يقعد بالهيدروستاتيك مساج. قديش مره في اليوم؟ 3 مرات. كل مره قديش بنضغط ضغطه؟ 3 مرات. وكيف نضغط؟ نضغط من فوق للوطه بالشكل هو، من فوق للوطه. علاش من فوق للوطه؟ باش نخلي الدموع هي تنزل لوطه وتحاول تفتح مني الهاسنرز فالف، لان لما شرحت لك قلت لك شنو سبب الكونجينيتال نازو لاكريمال داكت اوبستراكشن؟ ان الهاسنرز فالف هو مسكر، فاني لما نضغط على اللاكريمال ساك من فوق للوطه انا كاني ندفع في الدموع هي تنزل لوطه وتفتح مني الهاسنرز فالف. بقى يا دكتور لو بعد عام، بعد عام ندير بروبنج، البروبنج اللي هو نخش ببروب هنا او بحديده او بجلاس خاصه ونخش ونسلك شني بروبنج معناها تسليك، نسلك النازو لاكريمال داكت، لكن البروبنج ما نديرهاش عادي هيك، لا نديرها اندر جي اي. صار معناها اول عام هيدروستاتيك مساج، فشل ندير شني البروبنج. باه درت البروبنج، طبعا البروبنج اللي ما بنديره اندر جي اي، لو درت المره الاولى ونجح تمام برا روح، باه لو ما نجحش نصبر 6 شهور ونعاودها مره ثانيه. علاش نصبر 6 شهور؟ لانك انت عرضتي للجنرال انستيزيا. لو انا مثلا اليوم بفشل البروبينج وبنديرها ثاني يوم، لا انت بتعرضها للجنرال انستيزيا مره ثانيه، واحنا الجنرال انستيزيا نخافوا منها لانها فيها هلبه شني كومبليكيشن. فانا لما ندير البروبينج المره الاولى ينجح روح، ما نجحش نصبر 6 شهور وندير البروبينج شني مره ثانيه، نجح كويس تمام، ما نجحش نصبر 6 شهور وندير البروبينج مره ثالثه، نجح باه، ما نجحش خلاص ما عادش ندير البروبنج. البروبنج ماكسيموم قداش نقدر نديرها؟ مره 3 مرات، وما بين كل مره ومره قداش؟ 6 شهور، لانه يندار اندر جنرال انستيزيا. كويس باه دكتور، باه البروبنج ما نجحش، شنو الخطوه اللي بعدها؟ نقول لك ترى دقيقه، الخطوه اللي بعدها ندير عمليه اسمها دي سي ار اللي هي داكريو سيستو رينوستومي. خلي نرتب الكلام بطريقه سهله بعد ما شرحت لك، الهيدروستاتيك مساج اول حاجه نديرها لمده عام، نجح به ما نجحش فشل ندير البروبنج. البروبنج قديش مره ماكسيموم؟ 3 مرات، بين كل مره مره شني؟ 6 شهور. علاش؟ خاطر جينا انستيزيا. لو ما فشل ندير الدي سي ار. امتى نديرها الدي سي ار؟ لما يوصل عمره من 3 ل 4 سنين. لاحظوا اول عام هيدروستاتيك مساج هذا عام، بعدين ندير بروبنج، ما بين كل بروبنج وبروبنج
6 شهور معناها سنة ونص، سنة ونص وسنة سنتين ونص، معناها الشخص هذا لما يوصل عمره سنتين ونص وممشاش معاه الهيدروستاتيك مساج والبروبينج نزيد 6 شهور تانيات وش ندي له دي سي ار. بقى هنا جاوب على قد السؤال، هاو تو مانج بيبي عمره 6 مانث بريزنتد. ما دام عمره 6 مانث معناها هنا بدي له الهيدروستاتيك مساج. رقم 6 هنا فعلك جاب لك صوره زي هي، طبعا الشخص هو لو تركزوا هنا ضغط عن او الام هنا او الدكتور ضغط على اللاكريمال ساك من فوق وبتنزل لقطه. هني شوف السؤال قال هو قال لك وات اذر ستيبس، ما هي الخطوات الاخرى اللي انت يشدو اللي انت المفروض تديرها تو تريتنج انك انت تعالج كيس اوف كونجينيتال لاكريمال داكت اوبستراكشن. هو هنا شنو يدير؟ هيدروستاتيك مساج. وشوف السؤال قال لك الشايلد هذا، الشايلد هذا عمره 1 يير عمره سنه، هذا يدير في هيدروستاتيك مساج تمام. قال لك شو الخطوات اللي يديرها وعمره عام؟ معناها هو تو ما يبيش الهيدروستاتيك مساج، هو يقول لي يبي الخطوات الثانيه. الخطوات الثانيه يدير بروبينج، وبعد ما دام قال لي ستيبس معناها بروبينج ومدير شيني دي سي ار. صار معناها هنا الشخص هذا عمره سنه وعنده كونجينيتال لاكريمال داكت اوبستراكشن، شو هي الخطوات الثانيه؟ بندي له بروبينج، ولو بروبينج ما نجحش بندي له شيني دي سي ار. هني واحدة تاني أهم سلايد بعد شني بعد قصة التشيرمر تيست. هني لو تشبحوا للحاجة هي لما جيت تشبح هني تلقى سويلينج، والسويلينج هو مع ريدنس وواضح هني في أصفر معناها بص، والسويلينج هذا طالع من جهة النوز ماشي لجهة العين. معناها السويلينج هذا طالع من لاكريمال ساك. ديما لما السويلينج يطلع من لاكريمال ساك ويمشي جهة العين، هذا معناها شني؟ معناها هذا أكيوت داكريوسيستايتس. واتس ذا دايجنوس؟ ما دامك لقيت ريدنس ولقيت سويلينج ولقيت بص، وأهم حاجه السويلنج طلع من جهه النوز زحف جهه العين، هذا اكيوت داكريو سيستايتس. ديسكرايب ذا مانجمنت بريفلي زي ما علمتك، 4 اي. اول اي ادمشن، لان اكيوت داكريو سيستايتس تعتبر اوفتالميك امرجنسي، امرجنسي. ثاني واحده انتيبيوتيك لان هذه انفكشن. ثالث واحده انالجيزيا لانه يتوجع بينفول. رابع واحده انتي بايرتيك. طبعا زي ما قريتك زمان لاكريما لهوا او الاكيوت داكريوسيستايتس يوني ولا باي لاترال؟ يوني لاترال. مور كومن في الميل ولا في الفيميل؟ في الفيميل. علاش؟ لانهم مور ريسك للنازو لاكريمال داكت اوبستراكشن، والنازو لاكريمال داكت اوبستراكشن هو السبب الرئيسي، هو السبب اللي وراه حاجه اسمها اكيوت داكريوسيستايتس. رقم 8 give me your diagnosis، واضحه سهله. عندك سويلنج هنا بالشكل هو، وعندك ريدنس، طبعا هنا السويلنج مش واضح، هل بالريدنس واضح؟ هنا عندك سويلنج وريدنس وطالع من جهه اللاكريمال ساك من النوز وزاحف جهه العين. لما نلقى سويلنج ونلقى ريدنس وطالع هنا من النوز وزاحف جهه العين، هذا نسميه اكيوت داكريو سيستايتس. به ديسكرايب ذا مانجمنت بريف، نفس الفكره 4 اي، ادمشن، انتيبيوتيك، انالجيزيا، انتيبيوتيك. وات جاب لك نفس الصورة غير صار. What is the most common site of obstruction in a chronic decreased نظل؟ أكثر مكان يتسكر سواء أكيوت ولا كرونيك اللي هو النازو لاكريمال داكت. أكثر مكان يتسكر في الدرينج سيستم اللي هي النازو لاكريمال داكت. هنا نفسها رسمات تانية توضح لك، لاحظ هنا في سويلينج، في ريدنس، في شوية بص وطالع من النوز ونازل زحف جهة العين، هذا اكيوت داكريو سيستايتس. حتى هنا في سويلنج، في ريدنس، قرن الجلد هو السكن هو بس السكن هو، هنا في ريدنس، ريدنس وسويلنج وطالع من جهة النوز لكن مساق لجهة العين، معناها هذا اكيوت داكريو سيستايتس. حتى هنا في الرسمة هذه، في الرسمة هذه في سويلنج، في سويلنج، في ريدنس، في ريدنس، طالع من جهة النوز وزاحف جهة شني العين، معناها تادي اكيوت داكريو سيستايتس. حتى هنا في سويلينج، في ريدنس، في بص اصفر وطالع من النوز من جهة اللاكريمال ساك وزاحف جهة شني العين. تعال هنا في رسمة واحدة ثانية، حتى هنا في سويلينج وفي ريدنس وطالع من جهة النوز وزاحف جهة العين، معناها تادي اكيوت داكريو سيستايتس. لاحظوا اني نحاول نكتب لك اكثر من صورة لان شبه الاسئلة ثابتة، لكن الصورة اللي هي شني تتغير. تعال اشبح هنا معي. خليني نفهمك حاجة حلوة. مثلا تو في الرسمة هيها لما نجي نشبح هنا في سويلنج بالشكل هو، والسويلنج هذا طالع من جهة النون زاحف جهة العين، لكن في ردنس هنا لا. لاحظي تو هي الصورة هذه قرناها بهي، هنا في سويلنج، حتى هنا في سويلنج، هنا السويلنج طالع من جهة النوز لجهة العين، حتى هنا السويلنج طالع من جهة النوز ماشي جهة العين، لكن هنا في ريدنس واضح، لكن هنا ما فيش ريدنس. لما نلقى ريدنس وبص نسميها اكيوت داكريو سيستايتس، لكن لما ما نلقاش ريدنس نسميها كرونيك داكريو
سيستايتس، تمام؟ صح، عارفك بتقول لي في فايندنج في الصوره هي، اي في درماتوكاليسيس اللي هو ترهل الجلد ويبدا يطيح على الايليد، اي عارفك بتقول لي هنا في مدرياس وهنا مايوسيس، صح، وبتقول لي انيزوكوريا، عارفك بتقول لي هنا في والله بايلاترال بارشيتوسيس، صح، وممكن يكون سيناي لان الشخص هذا كبير، لكن هنا اهم فايندنج شنو هي؟ الكرونيك داكريوسيستايتس. حتى هنا شوف الرسمه هذه والرسمه هذه، هنا في سويلنج بسيط وهنا في سويلنج واضح. لو السويلنج طلع لقيته طالع من جهه النوز، مزاحب من جهه النوز للعين، طالع من جهه النوز للعين وما فيش ريدنس، هذه كرونيك داكريوسيستايتس. معناها كيف نفرق الاكيوت على الكرونيك؟ بشني بردنس. جود ستايد رقم 10، لما تجي تشبح هنا في بيبي صغير وعنده حتى هو سويلنج طالع من جهه النوز زاحف جهه العين وفي ريدنس، معناها هذه اكيوت داكريوسيستايتس. في العيل الصغير هي اسمها فيها انفانتايل داكريوسيستايتس، او تقول اكيوت داكريوسيستايتس ان تشيلدرن. واتس ذا تريتمنت؟ نفس الفكره، اربعه اي، انالجيزيا، ادميشن، انتي بايوتيك، انالجيزيا، وانتي شيني، انتي بايروتيك. لكن دقيقة، في حاجة ممكن أنا تنسيتها أو تنسيتها بالعاني في الأكيوت داكريوسيستايتس مثلا، فهي في الحاجة هي لما يقول لك شنو التريتمنت، تقول له والله أربعة أدميشن، أنتي بايوتيك، أنالجيزيا، أنتي بايروتيك. لكن بعد ما تتنحى الأكيوت إنفكشن زي ما علمتك، بندير عملية شنو اسمها دي سي آر، ما نديرهاش في الأكيوت ستيج، نديرها أفتر أكيوت ستيج، يعني لما تتنحى الإنفكشن ندير عملية شنو اسمها دي سي آر. الدي سي آر هذه باش تنحي شنو الكوز اللي اسمها النازو لاكريمال داكت obstruction. لكن هنا تو في العيل الصغير هو تو الصوره اللي وقفنا فيها، شنو التريتمنت؟ اربعه نفسها، ادمشن، انتي بايوتيك، انالجيزيا، انتي بايوتيك. لكن هنا ما نديرش دي سي ار بعدها، لا، اللي بندير هاي الشيء بنعالج السبب. شنو هو السبب بتاع الاكيوت داكريوسيستايتس؟ اللي هو النازو لاكريمال داكت اوبستراكشن. في الصغار كيف نعالجه؟ هذا اكيد ما دام صغير كونجينيتال، معناها بندير هيدروستاتيك مساج، لو ما نجحش بروبنج، لو ما نجحش شنو دي سي ار، طبعا باحترام شنو الفتره السنيه. طبعا الإجابة هنا، الإجابة مكتوبة عندك في الشيت، تمام، اللي عندك تو تشبح فيه ممكن تو قدامك. الإجابة حتكون كالآتي: 4A admission، analgesia، antibiotic، antibiotic. وبعدين بتقول له شو بتكتب له؟ والله تريت اندرلاين كوز. شنو هو تريت اندرلاين كوز؟ اللي هو الكونجينيتال نازو لاكريمال داكت اوبستراكشن، هيدروستاتيك مساج، بروبنج دي سي ار. طبعا في السلايد الإجابة حتكون كلمة وقص. What's your diagnosis؟ نفس الفكرة، acute dacryocystitis in children هي infantile dacryocystitis. How؟ بعدين سألك سؤال تاني، How you manage case of congenital lacrimal duct obstruction؟ هني ما قالكش عالج لي acute dacryocystitis، هني عالج لي congenital lacrimal duct obstruction. نفس السؤال هذا جاوبناه بكري كاي، hydrostatic massage في أول عام، بعدين probing after 1 year. قديش ماكسيموم مرة؟ 3 مرات. وبعدين شنو هي الخطوة الأخيرة والثالثة؟ دي سي ار. أمتى نديرها؟ لما يوصل عمره 3 4 سنين. هنا في صورة تانية، هنا طبعا الصورة هي اللي تشبه فيها توا، هذه صورة acute decrocystitis in children. باهي لو بتقول لي علاش، نقول لك هنا عندك سويلنج وهنا عندك سويلنج، طلع من النوز زاحف جهة العين، طلع من النوز زاحف جهة العين، في ريدنس، في ريدنس، في بص، في بص، هذا acute decrocystitis in children اللي هو infantile decrocystitis وباي lateral. وهنا لو تلاحظوا البص بالشكل هو، وهذا بعد العلاج. حتى هنا حي عيل صغير عنده سويلينج وعنده ردنس، وطلع الردنس من شني؟ من النوز زحف جهه العين، هذا بيكون شني؟ انفانتايل داكريو سيستايتس. هذا سلايد. طب موجود الشق الثاني، سلايد رقم 12، لما جيت تشبح هنا هذا الابر ليد، هذا اللور ليد، هذا الكونجكتايفا، وفي حاجه بيضة هنا، هي متلته، حاجه بيضة ومتلته بالشكل هو، وخيرها كان فيها فقاعاتها ما الصغيرات. لما تلقي حاجه بيضة وتريانجولر بالشكل هو، وتلقاها فومي فيها فقاعات بالشكل هو، وين نلقاها؟ نلقاها على البلبر. ما احنا نعرف ان عندي بالبيبرال وبلبر وفورنكس، نلقاها على البلبر كونجكتايفا. هذه يسموها فيها بيتوت سبوت، والبيتوت سبوت لما نلقاها، هذا الشخص اكيد عنده دراي اي. وشيل الكوز بتاعها؟ فيتامين اي ديفيشنسي، لان البيتوت سبوت هذه تطلع لما يكون عندك فيتامين اي ديفيشنسي. ترى نجاوب الاسئله ونشوفه. واتس يور فايندينج؟ بيتوت سبوت. واتس يور دايجنوسيس؟ ما دام انا عندي بيتوت سبوت معناها انا عندي اكيد دراي اي نتيجه فيتامين اي ديفيشنسي، وما دام عندي دراي اي نتيجه فيتامين اي ديفيشنسي شو نسميها؟ زيرو في تلميه. معناها واتس يور دايجنوسيس؟ زيرو في تلميه. هاو تو مانج ذيس كيس؟ شنو الكوز؟ وداويها بالتي كانت هي الداو. تريت اندرلاين كوز، هنا الكوز الفيتامين اي ديفشنسي، اعطي فيتامين شيني اي، طبعا نعطي فيه سيستم
هني نفس الفكرة، هني طبعا الصورة مش واضحة هلبة، لكن تحس كأن في حاجة متلتة هني، لونها أبيض وفومي، الصورة مش واضحة هلبة، لكن هني تو الصورة واضحة. حتى هذه خيرها، في ماس بيضة هني شكلها خيرة تراينجولا، وتحس كأن فيها فقاعات، هذه بتت سبوت. شوف الصورة اللي ما فيش أوضح من هيك بعدها، لما جينا نشبحها هني، هذه بلبر كونجكتايفا، كأن في ماس بيضة شكلها تراينجولر تقريبا، وفومي فيها فقاعات، هذه البوتد سبوت. لما نلقاها معناها هذا فيتامين اي ديفيشنسي مديلي دراي اي، معناها زيرو فتلميا. حتى هذه واضحه، عندك ماسه هنا تراي انجولر بالشكل هذا، ولاحظي ديما البيزم بتاعتها جهه الكورنيا والابكس ماشيه جهه شني الكونجكتايف. لما نلقى شماد ماس بالشكل هو تراينجولر ولونها ابيض، طبعا ما تقوليش تريجيوم، لان التريجيوم فاسكولار وشو لونها اصفر، لان فايبرو فاسكولار، فايبرو فاسكولار تيشو. لاحظوا هنا ما فيش شني، ما فيش لا بلود فيزلز، وما فيش اللون الاصفر اللي هو شني فايبروس تيشو. تمام، لما نلقى ماس بالشكل هو تراينجولر وبيضه وفومي، معناها هذه بوت سبوت، معناها هذا عنده دراي اي نتيجه الفيتامين اي ديفشنس اللي هي زيرو في تل. هنا في رسمة ثالثة أو رسمة ثانية اللي هي سلايد ثانية اللي هي رقم 13. What is أو what is this test؟ هذا تير بريك أب تايب تيست، هذا تيست نستخدمه فيه لتشخيص شني الدراي أي. هنا حاليا شو بنديرو؟ في الصورة الأولى هي الموضحة هنا، هنا شو دار الدكتور؟ خذ فلورسين وقطرها في العين. احنا زي ما نعرف الفلورسين شو بتصبغ لي؟ الدموع والإبيتيليوم ديفكت والميوكس. انا لما ناخذ تو الفلورسين ونقطرها في العين، الطبقة هي اللي اسمها الدموع بتنصبغ بالفلورسين، معناها اللون الاخضر انا اللي نشبح فيه تو هو قدامي، هو هذا شني؟ هذه التير اللي انصبغت بالفلورسين. كويس، المفروض انا لما بناخذ الفلورسين، طبعا بنشرح لك تو التير بريك اب تايم تيست، لما ناخذ الفلورسين ونقطرها في العين، الفلورسين بتصبغ شني التير. باه نجي للمريض نقول له اشبح طول وما ترمشش، تمام باه، ونقعد نشبح فيه بس 3 لاب، ونقعد الراقبة نحسب له ثانية 2 3 4 5. مفروض الشخص الطبيعي لما يوصل ل 25 30 ثانية تبدأ فيه بقع صوت تطلع له، ما بقع صوت، دقيقة تو هو الأخضر هو هذا تير، لأن الفلورسين تصبغت للتير. لما نلقى بقع سود هنا، ما دام بقع سود نلقى هنا خطوط سود، الجهة هذه معناها ما فيهاش فلورسين، ما دام ما فيهاش فلورسين معناها ما فيهاش شني تير. الشخص الطبيعي لو درت له تير بريك اب تايم تيست، امتى البقع السود هما يطلعوا؟ بعد 25 ثانيه، لكن الشخص اللي عنده دراي اي يطلعوا له بكري، ممكن اقل من 10 او اقل من 10 ثواني او 15 ثانيه تبدا شني تطلع له. وات از is this test؟ هذا تير بريك اب تايم تيست. What is this test used for؟ For diagnosis of شني dry eye. رقم 14، انا اصلا عندي صبغتين في العيون، واحدة صفراء او اورانج اسمها فلورسين ستين، واحدة لونها بينك ريد اللي هي الروز بنجال. What is this test؟ الصبغة هذه شنو اسمها؟ هذه الروز بنجال. لو تلاحظ هنا في الرسمه بالشكل هو، وانت بتجاوب على قد السؤال وات از ذيس ستين، هي الصبغه هي اللي تشبه فيها هي، هذه لونها شيني بينك فايولت طرطاريه، معناها هذه روز بنجال. ذيس ستين يوزد ان دراي اي تو تو اسس السيفيريتي، الفلورسين تو كونفيرم الدايجنوس، لكن الروز بنجال تو اسس السيفيريتي. جاب لك رسمة واحدة تانية هنا، تو لو تركز على الرسمة هنا، النازل لاكريمال داكت مسكر وهنا خيرة مفتوح، ولما النازل لاكريمال داكت مسكر الدموع تتجمع تولي للعين وتدي لي شني؟ تدي لي ووتري اي. طبعا لما الووتري اي تكون نتيجة اوبستراكشن شو بنسميها؟ ابوفرا. هنا جاب لك صورة، بعدين اعطاك سؤال شورت اسي، وات از ذا سيرجري اوف تشويس ان نازو لاكريمال داكت اوبستراكشن؟ لما النازو لاكريمال داكت يكون مسكر شنو هي السيرجري اوف تشويس؟ دي سي ار هي داكريو سيستو رينستوم. رقم 16، حتى هنا صاب جاب لك صوره، بعدين سالك طبعا هذه صوره لعمليه جراحيه، قال لك وات ار ذا كونترا انديكيشن اوف دي سي ار؟ من الناس اللي ما يديرولهمش دي سي ار؟ باه انا ديما نعطي في مثال، الدي سي ار لما نجي نترجمها دي داكريو سي سيستو، داكريو سيستو معناها لاكريمال ساك، رينو رينو نوز، باه داكريو سيستو رينوستومي، داكريو سيستو لاكريمال ساك، رينو نوز، اوستومي فتحه، فتحه توصل شني؟ توصل اللاكريمال ساك من نوز. يعني تو مثلا هنا في الرسمه هي هذا اللاكريمال ساك، هذا النازو لاكريمال داكت المسكر، وهذا النوز. انت هنا شندرت؟ هنا تو اللاكريمال ساك هو وصلته بشني؟
وصلتها بالنوز. فكرة الدي سي ار اني نوصل اللاكريمال الساك بالنوز عن طريق شنو؟ فتحة. الدي سي ار هي شو الكونتر انديكيشن بتاعها؟ الكونتر انديكيشن بتاعها لما يكون عندي تيومر اور تي بي في اللاكريمال ساك، او يكون عندي اتروفيك راينايتس. وين يكون عندي اتروفيك راينايتس؟ في النوز. صار معناها لو عندي تيومر في اللاكريمال ساك ما نديرش، لو عندي تي بي في اللاكريمال ساك ما نديرش، لو عندي اتروفيك راينايتس معناها الميكوزا بتاع النوز مضروبه ما نديرش. لو الشخص كان عنده فايبروسز واكستنسيف فايبروس في اللاكريمال ساك ما نديرش. طبعا وين بنلقى الفايبروس والاكستنسيف فايبروسز؟ في الكرونيك داكريوسيستايتس. وعاده الدي سي ار نحبها نديرها للصغار، لان الصغار عاده اللاكريمال ساك والنوز نورمال، لكن الدي سي لكن الناس الكبار في السن عاده ما نحبش ندير لهم دي سي ار، لان اللاكريمال ساك والنوز بتاعهم عاده فاسطه شني باثولوجي. الكلام هذا شرحته بالتفصيل في المحاضره. لاحظوا حاجه يا جماعه الخير، السلايدات عبارة عن شنو؟ عبارة عن مراجعة للمنهج، يعني الوقت هو تو اللي قاعد تسمع فيه في المحاضرة، هي أنت وقت مش ضايع، أنت رجعت اللاكريمال، رجعت أهم نقاط في اللاكريمال، رجعت السلايدات ورجعت جزء شنو من المنهج. لا تنسونا من صالح الدعاء وموفقين، وسامحونا على أي تقصير، كان أصبت هذا من الله، بفضل من الله سبحانه وتعالى، وكان أخطأت هذا مني ومن الشيطان. بارك الله فيكم.